العظيم. وكرة جوال، انا التملي بقول الكرة معاهم وخطرة جدا، خطرة خطرة جول، خطرة جول، خطرة جول بدماغه. الاوفر بتتلعب وحطها بدماغه، 1-0 للسنغال. نمرة اهو هنشوفها تاني، شوف اهي بدماغه الحذاء الذهبي في هذه الدورة جاب 4 جول على طول الى نمرة 10 والجول. برافو برافو، الجول الاول نمرة 10 عبد الله جات له جميلة، وجول برا عمل لوك حلو قوي. الجول الاول نمرة 10 عبد الله في الوينج الشمال ماشي يوسف ورقص لنفسه وهو جول بالعرض. الجول الثاني، الجول الثاني لساحل العاب، الجول الثاني لو قدر يجيب جول ولا حاجه يبقى احسن، وفعلا على طول في الشمال هو جول. الجول الثالث فعلا، الجول الثالث، الجول الثالث كوره جميله قوي 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 في الانسايد اليمين يجري. ايميل طلع متاخر ولسوء حظ زامبيا انها تعدي، وكره ثانيه وتتشاط على طول لميلا رقم 9 يحرز الهدف الاول للكاميرون بعد مضي دقيقتين. ضربه ركنيه لزامبيا هتتلعب وعاليه وحلوه وحلوه، جول 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 رقم 4 من زامبيا. من ميلا يعدي ميلا وبيقع عاوز ياخد بلانتي وصفر الحكم ضربة جزاء. يا انفيدي هيلعب ضربة الجزاء وصفر الحكم وداخل بول، داخل بول ويلعبها حلوة على يمين شبالة ليتقدم مرة أخرى الكاميرون بهدف لبول بعد مضي 22 دقيقة. بيري لشندي وحلوة وتروح لشندي وشندي لعبها لجاك إنما طويل الباك سينكوت، وهجمة لزامبيا وهجمة خطرة وصفر الحكم بنالتي بنال بلانتي لزامبيا. ضرب جزاء لزامبيا في الدقيقة 30 بعد نص ساعة تقريبا. كالوشا 11 من زامبيا وضرب جزاء لزامبيا وداخل كالوشا ويلعبها على شمال نوكونو لتتعادل زامبيا بعد مضي 32 دقيقة بهدف لكالوشا. زي ما احنا شايفين على شماله اهو، شايف وصلت لغاية فين في حل الجون، وتشالا شبالة على طول يعليها بالبوكس وتخبط في القايم ويصفر الحكم ضربة جزاء داخل بول. وغير انه بادي اللعبة لعيب محترف بول، غير ضحك على شبالة، النوبة اللي فاتت لعبها على يمينه لعبها على شمال شبالة. لعبة طويلة ربيع جمال عبد الحميد وماشي جمال بيستنى ورا بيلعبها لشوقي غريب، شوقي ماشي ماشي شوقي بيلعبها لمصطفى عبده بتعدي وخدها بيلعبها شوقي غريب، هو الجول هو الجول. عبده هيلعبها زي الكورنر بالظبط، 37 دقيقة 1-0 لمصر، ويلا مصطفى بيعملها اللفة وجول. سنغال ماشي بابا فال باك اليمين وداخل 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 وشوطة جامدة جوه جول جوه جول جوه جول. الجول الأول للسنغال بابا فال الباك اليمين، فال بابا بوكاندي هيقع ما وقعش المرة دي وهو جول جوه جول جوه جول. بوكاندي ده جاب جول أهو، بوكاندي يجيب الجول الثاني للسنغال. بيلعبها طويلة قدام الجول الأولاني.
حط كريمي في جول. على وودو، وودو يلعب على الكرة على طول، يخش عزيز وبيلعب كرة حلوة في جول الفاضي. ميلا 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 لم الكرة وشاف الجول، بياز طالع برا يروح لعب كرة من فوق دماغه جوه منطقة الجزاء، والحكم بيدي ضربة جزاء للسنغال، وداخل بوكاندي وبيلعبها وسط الضهر الجول. برافو ذا جولي. شماله حواليه ثلاثة وبيعدي منهم وماشي وداخل جوه 18 وضربة جزاء، ضربة جزاء سرعة جامدة وداخل وبيشوطها وسط الضهر شخصيك. ويا يا 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 تاني ضربة جزاء بتضيع في الماتش بتاع النهارده ليوسف فانا، ويوسف فانا برجله الشمال وبتتلعب على طول وجول جول جول لكوت ديفوار، جول جول لكوت ديفوار دقيقة 26 بيجيبوا تراوري نمرة 10. هيصلح لطاهر متهيألي كده، وطاهر هيديها بقى برجله الشمال هوبا جول 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 جول. الجول الأول، الجول الاول لمصر، طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد الجول الاول لمصر. محمد عمر ماشي، محمد عمر بيلعبها حلوه لطاهر، يلا يا طاهر يلا يا طاهر، وطاهر رقص وبرجله اليمين جول جول. الجول الثاني، الجول الثاني طاهر ابو زيد، طاهر ابو زيد كده يبقى وصلنا النهائي، كده يبقى وصلنا النهائي واول المجموعه. طبعا رابح ماجر يحرز الهدف الاول للجزائر بعد مضي حوالي 16 دقيقة، وهي رايحة شكلها حلو واي حد يقابلها جوه الجون. الهدف الاول للجزائر بعد مضي 16 دقيقة، والكاميرون بتحاول تعويض الهدف لان التعادل هيفيدها، انما هذه النتيجة لغاية دلوقتي 1-0 يخرجها برا البطولة. وميلا بيريحها لكانا وجوه الجون، وجوه الجون ميلا وكانا، ميلا وكانا كرة حلوة حلوة حلوة، ضربة حرة مباشرة تتلعب من كوندي لميلا الثعلب العجوز. مرة واحدة هرب ميلا من الرقابة اهو، تسبب في هدف ولعبها المبيدة، ومبيدة على الارض وتروح مرة تانية لكانا وتقع باليد رد وتخش جوه الجون، وتخش جوه الجون. كانا كانا يعرض الهدف الثاني ويعزز موقف فريقه تماما. ارنيستو مونجي يحولها حلوه لميلا، ميلا 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 الجول الثالث، الجول الثالث، الجول الثالث يحرزه ميلا ويصعب او يفقد الجزائر امله. ميلا ميلا نجم الكاميرون وتقريبا نجم الدوره دلوقتي، وكوره للجزائر وطلع نكونه زي السقط يروح لفرجاني، وفرجاني عاوز يشوط، عاوز يشوط ويشوط وتريح وخطره جوه الجول، جوه الجول. ماروك ماروك يحرز، ماروك سكري خط الوسط لكوت ديفوار من 3 من اليمين للشمال. جول الاولاني لصاح العاج اللي لعبها ميلا، الكره ردت من الجول لميلا، جاب الجول الاولاني في الدقيقه الاولى من الشوط الاول. من الشوط الثاني للكاميرون، هنشوف تاني اهو، هنشوف مع بعض هيلعب، لعبها جول خبطت في جسم ميلا وردت في الجول، تريحه حلوه وخيري بيقع في الارض ياخدها مجدي عبد الغني ويديها لمصطفى عبده، مصطفى عبده هوبا 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 لعب جمال عبد الحميد زي اللي جابها يوم ساحل العاد، يوم اخت بتاع ساحل العاد من مصطفى عبده ليه هو وخدها على طول. يا سلام يا سلام يا سلام، قوام هوبا بقى هوبا صاروخ من خطيب، صاروخ من خطيب زكي اللي شاطها بيقولوا جت في العارضه، هنشوف الاعاده اذا كان فيه. يلا بقى هوبا فلتت من ايد الزكي اللي جت بتاعت الخطيب، واللعبه اللي قبليها بتاع جمال عبد الحميد، واللعبه اقول ايه ولا ايه ولا ايه. مجدي عبد الغني، علي شحاته، حلو قوي يا طاهر هوبا
يا هياوي قاصد جدا. 73 والثالثة 74. عزيز بودربالة ويمشي 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 بياخدها منه. فريق مصر مدي فاول على مصر. مدي فاول على حمادة صدقي. اوفسايد. اهو طلع من الاوفسايد فعلا. فاول ثاني في صالح جمال عبد الحميد ثاني. واحد يبقوا 15 والجول يبقى 11 نفر اللي انت عديتهم لابسين احمر كل ورا. ال 11 نفر كل ورا. طاير ابو زيد شاط. واحد صفر واحد صفر. مصر توصل للنهاية. وحلوة ومش اوفسايد. عمر بن صالح منفرد بحمد وبحطها جوه الجول جوه الجول. عمر بن صالح يجيب الجول الاول للكوت ديفوار. عمر بن صالح وطويلة انما بحياوي وياخد عبد الله تراوري. عبد الله تراوري ويقدر يجيب جول ويقدر يجيب جول وبيحط الجول الثاني. حط الجول الثاني كاسيو. كاسيو رقم 21 يجيب الجول الثاني للكوت ديفوار وبيفوت خليفه مجتهد قوي. خليفه لعب باك يمين لعب ماتشينا ومن رياتي لسليمان عزيز وطلع في زجالي وبزاجولي وجول. رياتي يجيب الجول الاول للمغرب. في ضربات ترجيح لازم بقى في نتيجه المركز الثالث والرابع. وتلعب الفاول وسهيل ويطلعها زاجولي. زاجولي يطلعها كورنر وقام على طول فالدماركا. وعمر صالح. عمر بن صالح لإيميل الباك اليمين اللي طالع الهاف تايم ده. رفرد يقدر يجيب جول ويقدر يجيب جول. والمره دي بينالتي بقى. المره دي بينالتي وداخل كاسيو وفعلا على يمينه. وفعلا على يمينه زي ما بقول لحضراتكم قنبله رجله حساسه جدا 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 باين من الفاولات. لسليماني وحطها في دماغه سهيل. وحطها سهيل جوه الجول جوه الجول في الدقيقة 37. لسه بقول لحضراتكم لعيب كويس. أصبحت النتيجة 3-2. قبل كده حصلت النتيجة دي مرتين في اسكندرية مع الكاميرون مع زامبيا ومع الجزائر. فعلا بيصفر فالدماركا عشان ينهي لقاء الكوت ديفوار والمغرب لتحديد المركز الثالث والرابع. عشان يقف حوالي 120,000 متفرج جم علشان يهتفوا باسم مصر عشان النهارده المباراه النهائيه لكاس الامم الافريقيه 15 بين مصر والكاميرون. لعبه حلوه مجدي عبد الغني. في فاول فاول الاودو طاهر ابو زيد الخطيب اللي هيشوط هيبصيها هيبصيها طاهر. يلا هوبا هارضك يا طاهر هارضك. معلش مصطفى عبدو هوبا هارضك يا طاهر هارضك يا طاهر. يا علي يلا علي بالعرض
مصطفى خطيب وحطها انما عالية عالية على الارض حلوة لربيع ياسين وقفها ربيع هوبا با اخل معاه فاول ضرب وكان بعد ما مشي بالكورة فاول يلا يا ولاد ولع شوط الخطيب محمود الخطيب واقفين حيطة على بعد حوالي 5 ياردات خطيب شاط يطلع جول علياء مجدي عبد الغني وشوطها جامدة انما تخبط في واحد وتغير اتجاهها وتطلع بكرة تاني كورنر عبده مع علاء دخل علاء لعبها بدماغه هوي يا خسارة اتسد نديبة بيرجعها للجول وهو كان برا اوت اوف بوزيشن انما يلحقها بطراطيس صوابعه الله يسلم يتعادى يحولها كورنر خسارة معدي يلا مجدي شاط تخبط في الباك وترجع لأشرف قاسم مصطفى عبده لعبة عالية تتقطع وتروح لمجدي عبد الغني يلا في العرضة في العرضة صاروخ 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 موجة يا خسارة يا خسارة يا خسارة على ميوب للخطيب انما في فاول ايوه نفس المكان بتاع الجول بتاع المغرب نفس المكان بتاع المغرب نشوفها اهو لا يا سلام يا طاهر حولها الجول كورنر رجع تاني مصطفى شوطها برجله اليمين المرة عالية عدت الخطيب ناحية الشمال عالية حسبها ايه حسبها فاول مش معقول مش معقول اللي بيعمله الحكم النهارده مش معقول وفي واحد ضرب طاهر ابو زيد والكره مش معاه هنشوفها تاني مع بعض هنشوفها مع بعض تاني اهو لوحده اهو ما عملش حاجه بالكره في الجول اهي بايده سريع 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 مصطفى عبده هيديله انذار هيدي الباك رايت اللي هناك اطلع قدامي يا اشرف نقلها لكانا رجعها ورا لنمره 8 اللي بيصلح اشوط وشاط عاليه فوق بره طاهر ابو زيد طلع ونزل مكانه طارق يحيى على بيوب يا ربي مش معقولة يا ساتر يا رب بص كرة والخطيب وبيحطها بوش الجزمة انما بعيدة عن القائم الشمال بره للخطيب هو جول يا مش معقول مش معقول مش معقول يا خطيب مش معقول مش معقولة انفرد هو والجول هنشوفها تاني اهو لوحده هو والجول طلع عليه تخبط في رجليه وجباك يخش في الكرة وتروح جنب الخائط جول 1-0 اللي هيشوط لفريق كاميرون نمرة 11 حطها على يمينه النتيجة 1-1
هوبا الجول الثاني مادة عبد الغني الجول الثاني. يلا يا ثابت يا فاتت من تحت ايده كان هيلحقها. اتنين اتنين يا حشا 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 راح له حشا. شايف الصورة ما بيد على مهلك يا علاء عبد النبي. الناس لا يمكن اوصف لكم شعور الجمهور المتفرجين. حطها على يمينه قول ثلاثة ثلاثة. علي شحاتة يا رب استرها يا رب. شحتة ومايك سميث واقفين. ايوه يا دكتور علي برافو يا علي برافو يا دكتور. يا رب بره يا رب ممكن بره يا رب. حتى على يمين اصبحت النتيجه 4-4. قول يا ولد يا راس يا ولد يا اشرف يا لعيب يا اشرف يا لعيب. يا بطل النبي يا رب. عمر العشر بيطلب منك يا لا يمكن اقدر اوصف لكم مقدار التشجيع والهتافات اللي بيقولوها جمهور مصر الحبيب. مصر يا مصر طول عمرها مصر ان شاء الله. بنقول مبروك لشعب مصر كله. بقول مبروك فوق جميع المتفرجين حوالين الملعب. الجمهور المصري استلام الجوائز. مصطفى عبدو كابتن الفريق. مبروك يا سلام يا مصطفى. مبروك سلام. انتهى الحنان والاخلاص والمحبه. سلم عليه ودكتور عبد الاحد يقبله. حاجة عظيمة مجد عبد الغني مجد البطل وانت يا سلام. حاجة عظيمة والله. مبروك ميدالية الذهبية الدكتور عبد الاحد بيقدمه وبيسلم على تسيمة رئيس الاتحاد الافريقي. شحتة المدرب المصري العظيم. طه بصري لاعب الكره الموهوب
واحد المعاونين في تدريب المنتخب حسن مختار، جول من اجوال مصر ومساعد المدرب مصطفى عبدو. يرفع الكاس بيسلمه لحسن عبدون رئيس الاتحاد دكتور حسن عبدون. هدية فعلا لعيد الأم النهاردة، الكاس ده هدية لعيد الأم، أمنا الكبيرة مصر النهاردة عيد الأم، وكل سنة وانتم طيبين. مصطفى عبدو يرفع العلم، الكاس علم الدورة، كاس الأمم الأفريقية مع الخطيب مجدي عبد الغني، كل واحد من اللعيبة حيا